بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات الجديدة في ريفيت 2017 الفابريكيشن بارت. تمام، الفابريكيشن بارت بيديني امكانية ان انا افصل الصاج والشغل بتاعي زي ما انا عايز. فباجي هنا او اكتب اف اس، بيقول لي انت عايز تعمل فابريكيشن باني اعدادات، بقول له انا هشتغل بالمتريك. تمام، فبيقول لي دي الحاجات المتاحة، بتشوف إيه انت عايز تحمل ايه في قلب المشروع بتاعك. فبقول له مثلا انا عايز الباسوي، عايز الدكت، عايز الفلو دكت، شوف ايه الواير باسكت. تمام، شوف الحاجات اللي انت محتاجها واقول له اوكي. فهتظهر عندي هنا في الام اي بي فابريكيشن بارتس. دي الحاجات دي المفروض انها خاصه بشغل المقاولات، ان انا ببدا اقول للمصنع الشغل بتاعي هيتقسم بالطريقه الفلانيه. تمام، ممكن مثلا الجزء ده تبدا تحطه في التصميم. تعالى مثلا نعلم على، ممكن تعلم على جزء كبير وتقول له ابدا صمم وقطع. خلينا مثلا نختار على سبيل المثال الضغط دوت. ممكن في مثلا حاجه معينه زي دي مثلا تقول له شوفها تنفع تتركب ازاي. فلو لها كذا حل هيقول لك والله احنا ممكن نستخدم كذا وكذا وكذا، يديك حلول للتصميم بتاعها ديزاين فور فابريكيشن. تمام، فبيقول لي انت عايز تشغل بان واحد، اقول له ماشي. فهيبدا يشوف ايه الانسب ليه. تمام، قال لي مثلا ممكن تجيب الطريقه دي. لما الكوع اتحول للطريقه ديت الجزء ده ضرب معايا، فممكن نروح نحرك الصاج ده شويه ناحيتي. تمام، لو صاج طويل بيبدا يقطع على كذا حته، بيشوف المصنع هيقدر يعمله على قد ايه. هتلاقي برضو موضوع الهناجر والسبورتات، فدي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا كنا مستنينها في ريفيت 2017 فعلا. وكان في برامج بنسطبها جوه الريفيت بتاع الموضوع دوت، فهو بقى موجود جاهز.